دم نشام جبلنا ترضيك دومي وسلمي دومي وسلمي للغانمين يا داور يا ما وارتاح المتعني برحبك ويا ما حمتك القاصد وجاور تسلم يا عمان يا عمر وطن وتعلى يا بسمان ومن دار الشيحان الى جبل عجل وسولك يا معان من دار الشيحان إلى جبل عجل وسهولك يا معان لا تقول نسيتك يا زندل أصمر لا تقول نسيت لا تقول نسيتك يا زندل أصمر لا تقول نسيت وانا اللي ربيتك تحمل وطن وانا اللي ربيت يلابس الجبال والخجل يمهر يلابس الجبال والخجل يمهر الله يجيبك يا صقر الله يجيبك يا طولة الروح صافي خذ اشرب قهوة شو بتفكريني فايق ورايق للقهوة سعيات بديش قهوة يجعلك لا شربت ليش ترفع صوتك يا بنت الحلال انا لو بيدي بصيح بطول صوتي تستاهل الله لا يقيمك انت هون وبتتشفي فيا اللي ما تتسمي خرجهم يحطوك بالسجن على العملة السادة اللي عملتها فينا امبارح المغرب اسمعي ما لك معي كلام بالمرة وبديش اسمع منك ولا كلمة قلبت لي معدتي خليتني انطق بالباص من ايش من السرعة باص مليان ركاب والواقفين أكتر من اللي قاعدين فيه وهو قاعد بسابق بالسيارات الصغيرة وبضحك وإحنا قاعدين بنستنى وبنقول إمتى بصدمنا وبنموت ندى الله يخليك وين أبوك؟ قلت لك إنه طلع لعمان من الصبح بعرف هالكلام هو طلع معي بس وين راح؟ أكيد هرب من جنونك وأخذ تاكسي وراح أنت شو مالك يا صافي؟ عامل حادث بالباص؟ ما هو انا قلت لا سمح الله بدل ما ادعس بمفلح اضرب عمود الكهرباء ها بعمود الكهرباء ولا بمفلح فحضرته راح طابش العمود عمود الكهرباء وقطع الكهرباء عن البلد وشاطب ثلاث شواخص وهدم نص الجزيره اعمل معروف يا مهندس غالب بكفيني دستة المخالفات اللي تصلي اياهم رقيب السير وتنساش توقيفتي قبل المحكمه والله يا ولد اخوي انه لازم ثقلوا لك العيار ايش تقلولي العيار وانا دايما بقول عنك عمي عمك ولا خالك الاضرار اللي سويتها بالشارع بدك تدفعها حرام عليك هذول رايح ادفعهم من جيبتي فكرك ابو مفلح راح يدفع معي اشي ما هو يا ابن الناس مليح اللي الله سلم ابو مفلح منك كان كوعته على طوب الجزيره ولا لزقته بعمود التلفون ما ادري الكهرباء اللي ضربته هسا فكره من البلديه وسيرتها ومهندسها اللي قاعد جنبك هالساعي ممكن تقول لي من هو الشاطر هذا اللي تكفلك من المحكمة وطلعك من السجن أنا يا سيدي طلعته وأنا تكفلته مش بيشتغل عندي أي والله طيب الله يعطيك يعني العافية يعني تخلى عنه بتريد أنت تخلى عنه الله يعطيك العافية الله يعافيك شو فيها هاي فهمني شو فيها أنا أقول لك وش بيها بيها أنه كان سايق باصك وده يدعسك يا أبو مفلح راح ما يلزقك بعمود الكهرباء انهزم منك طرق عمود الكهرباء قطع الكهرباء عن البلد شفت علي وحطم ثلاث شواخص للبلدية وهذولا طبعا البلدية جايبتهن ببلاش مو احنا ما ندفع رسوم للبلدية طيب. شايف والجزيرة بعد نفسها جزيرة الشارع هد نصها لو والله كلها هادها طيب. شفت علي شوف طيب. عاد قديش الخسارة اللي صارت وانا تباصك كأنه ما صار بشي وبتقولي ليش طلعته عاد الله هالأضرار هاي كلها حق مصاري مين بيجيبها هاي انا ادفعها
لا هو خليه يدفعها ده خصمه من راتبه والله مشان هيك طلعته ما شاء الله إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافيه يا زلمه كيف العافيه لا والله 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 احط 200 300 ورقه الله اعلم قديش يا ابو هيثم الله اللي يهينك فكني منه ترى زهقنا من العصر وانا حكي معه معيقنا ابو مفلح تفضل الله يمسيك في الخير انت والسامعين يا هلا عشت مع احترامي للشوفيري كلهم انا نعم وشوفيرك منهم طيب شوفيرك اول شيء لا هو ملتزم في قواعد السير ولا ملتزم في اشي اسمه قانون وقواعد سير واداب مرور يعني بيركب هالباص حمولته 27 او 26 بحط فيه 30 الباص لما يتحمل اول اشي بخف باعتبار السيطرة عليه بتخف بصير فيه توهان في التوجيه بصير البريك فيه بده مقاومة اكثر فلما يدعم عمود ولا يدعم بني آدم ولا يدعم شاخصة ولا يطلع من فوق جزيرة أو لا سمح الله يقلب في 27 أو 26 راكب معناته هذا مو مشان تقول لي المصاري وما المصاري وأنا بطلعه وما بطلعه شو الخمسين ليرة اللي انت قاعد تدور عليهن يومي مشان يجيب لك إياهن وكسر العالم وكسر ولاد الناس هذا لازم يكون له مواصفات السائق اللي مدريك لو هذا السائق له مواصفات تنعط المواصفات الصحيحة ما بيسويه أبو العيسى تفضل يا ابو فيك مصلي على اللهم صل على الحبيب محمد القانون بيقول هل بيحمل رخصه لسوق السياره صح معاه رخصه ولا مرخص الولد ولا لا مرخص ها طيب القانون انا وضعته إيه؟ لا يا عمي طيب والله انا ما ادري شلون رخصوا له يا ابو هيثم انا بدي اخذه قديش عمره الولد هذا عمره 22 سنه الله اكبر هذا يا دوب متخرج من الجامعه متخرج من هذا لا هذا لو انه على مقاعد الدراسه توب متخرج من الجامعه عمره 22 سنه يا سيدي خليني انا اسولف السلاف الصغيري عشت الله ليهنك الصحيح حتى جلال سيدنا الله يطول عمره تدخل في هذه القضيه تدخل في هذه القضيه شخصيا جلال سيدنا خطاب العرش وحكاها بخطاب العرش وتكليفه للحكومه لا مديريه الامن العام ووزاره الداخليه ناشد قضيه السير قضيه صارت عندنا قضيه رهيبه جدا يعني كل امراض العالم لما تصير كل العالم والصحة والقضايا بتفزع لها قضية السير ما احنا قادرين نحلها احنا صارت مثلها مثل السرطان صارت فأنا يعني حسب معرفتي أو حسب خبرتي في الحياة أنا زلمة عمري 50 سنة بس هو من 67 نعم يعني اللي بحدود 25-26 سنة سايق فلما نيجي احنا نقول انه والله هذا عمره 21 سنة صار بيعطوه رخصة عمومي رخصته هذا القانون الآن آه 21 سنة بده يمضي سنة بحصل على محورين طبعاً طب بيطلع تست بفحص محورين اللي سوق الباص هو بفحص مو ما بفحص احنا ما بنقول دائرة السير تفحصه وبترصه بالنظري وبالعملي وبتشد عليه ما بتقصر معاه لكن يا عمي العقل أخضر بعده ففي اقتراح أو بالأحرى في دراسة انه يجب ان نسائق العمومي لازم يكون له مواصفات أولاً سن لازم يكون من فوق 30 سنة مظبوط اثنين لازم يكون عنده عيله في الحياه الاجتماعيه يكون عنده اولاد مسؤوليه مشان لما يطلع في الباص يفكر انه في وراه اطفال في وراه مسؤوليه نعم اما والله شاب طايش سنتين سواقه يطلع في هالباص والباصات هذول اجداد سرعتهم زايده يا ابو نزار مظبوط شايف فيا سيدي العزيز يا اخويا ابو مفلح انتوا بتقول للشوفير اسرع وجيب لي 50 دينار في اليوم بس ما بتقول ارحم عيال العالم وارحم نفسك واتق الله لانه هذا لما يدعس فلان وعلان ما هو بوقعك انت بجريمه الساعي يا ابو محمد والاخوان قديش خسارتنا من حادث واحد والله يا سيدي حادث بسيط لا نقول ما مات به حدا ما مات فيه بيروح الممتلكات يعني خساره بالممتلكات وبالارواح وبالمصاري يعني خساره السير هاي لا تعوض سوى راح الباص بده يكلف مصاري ان راحت الروح بدي ياخذ عطوات ودكتور ومشاكل من الحكي يعني خساره جسيمه كان بالاموال ولا بالارواح نعم فهاي شغله لها حد لازم لها يصير لها حد يعني بعدين ودك ما تاخذني يعني يا ابو محمد واللي هو الاخوان السالفه ما هي سالفه بس نعم. سايق الباص لا سيارات عاديه سيارات وش اسمه ويضرب شبيبه نعم لا ويكونوا على الشوارع على مثلثات على كذا يتعرضوا للباص والباص يكون مسرع وشغله يعني هذيك المره وش اسمه يوم انه ضرب سيارته قديش دفع عليها تصليح
دفع عليها والله كثير. دفع حوالي 1100 نعم. دينار. احنا ال 1100 دينار منين دلفنا؟ هذا هو حق مين اجن؟ مثلا يعني نعم. حتى لو انه التامين دفعهن طلعا من فلوس هالبلد. من فلوس هالبلد. ها؟ صح. تفضل ابو هاني. يزيد فضلك يا اخوي ابو نزار، يعني انا اشوف الشغله كانه في اتفاق بين صافي وبين اخوي ابو مفلح صاحب البساط، يعني يقول له بدل ما ترمي لك 5 نقلات لا ارمي 8 نقلات، معناته صافي وده يضطر يسرع، فصافي ما بيلتام لعاد لما يكتب على خشم الباص، انا صافي غني اسال الرادار عني. ايوه يعني انت حايل شو تساوي للرادار دخيلك؟ انت حايل على الرادار، لما يجي يقرب للرادار وانه ماشي على السرعه القانونيه. ما شاء الله. لما يملص من الرادار وانه هو ما هو بس السرعة أبو هاني ولا يهون الأخوان بس سالفة الباص السالفة أقول لك يعني أغلب سواقين سواء باصات أو تركات أو سيارات صغيرة يعني يا أبو فؤاد ما تحس السيارة مثل الطلق هالإنسان بس يقعد ورا ستيرينج يفكر أنه ما في إنسان أسرع منه الله يتصدق لك كلامك يا أبو نزار في شغلة كمان ثانية اللي هي جزء أبلى من الباصات اللي هي سيارات تدريب السواقين هذول في نص الأحياء وفي نص الشوارع وفي نص الحارات تلقاه يدرب يعني عاد واخذ واحد عمره اول حصه وثاني حصه وانه معطيه السياره وقاعد في جنبه بدخن الاخ ومشخص وحاط يده على الشباك وعيل بسوق سياره في نص حاره ولا تعرف والشارع مليان عجيان عجيان وتعرف عطله الصيف هذه كل الاطفال في الشارع الناس زهقان الصيف قاعد يا مع باب دكان اللي قاعد عند باب داره وهذا عاد واخذ يعني ما بعرف يتصرف السياره لما يكون بتدرب لسه يعني لو اي ولد او عمسه فطبور لا بده يشرد وين على الجال الثاني يا مع الصيد هذا يا مع الصيد هذا وهان الناس قاعد وهان الناس قاعد هذه شغله بعدين شغله ثانيه يا اخوان والله الانسان بجوز اكثر ان شاء الله انه ما بوريها ناس الحاله النفسيه الواحد لما يروح على المستشفى وشوف مريضه او شوف ابنه او شوف اخوه وهو يعني ايده مكسوره او رجله او الدم بنزف منه يعني بشغله حاله نفسيه انه قسم بالله ايش بقشعر البدن تسمح لي يوم هذيك المرة جانا خبر عن ولد أبو صالح كازته السيارة وقالوا من كسرة إيده أول خبر جاني أنا قالوا إيده مكسورة ثاني خبر وإنهم يقولوا لا أضلوع مكسرات فزعنا كلنا على المستشفى بلدنا كلها هالت على المستشفى